جماهير النادي الاهلي. وحشتك يا كابتن سيد. ربنا يخليك يا كابتن. اخبارك ايه؟ طمنا عليك. تحياتي لك وسعيد اني موجود مع حضرتك النهارده. انا اللي سعيد طبعا وليا معاك ذكريات كتيره وفي السفرات لي ذكريات كتيره جدا، لكن مشرفني ومنورني. ويعني عايزين نطمن جماهير النادي الاهلي، انت فين دلوقتي؟ انا موجود في نادي الترسانه، مضيت عقدي سنتين وبدات الدوري معاهم ان شاء الله، يعني اللي حوالي 3-4 ماتشات يعني. وشركاتك بقى ووجودك معاهم ماشي معاهم بشكل كويس؟ الحمد لله. يعني الحمد لله بدات، كنت لسه يعني كان في تجربه مع نادي دمياط بس ما كملتش. رحت لنادي الترسانه قبل فتره الكتب بيومين وكده، كابتن كشري كلمني والحمد لله نادي الترسانه يعني نادي طبعا كبير، والواحد يعني سعيد ان هو موجود في نادي زي الترسانه، نادي له كيان له جمهور. واتمنى يا رب ان شاء الله يبقى اضافه لهم ونعمل سنه صعود باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله كل توفيق لنادي الترسانه وكابتن كشري. وليك تاريخ كبير جدا وبدايه كبيره جدا ولعب الانديه كبيره جدا وخبرات عظيمه مع النادي الاهلي، مش عارف ابدا معاك منين، لكن اكيد في ذكريات جواك كبيره للنادي الاهلي. اكيد طبعا الواحد يعني نال الشرف ان هو ارتدى النادي تيشيرت النادي الاهلي، اتحط اسم من ضمن الناس اللي حقق بطولات النادي الاهلي، فده حاجه يعني شرف ليا هتفضل في تاريخي طبعا والولادي طبعا. كان في ذكريات كبيره جدا، منها بطوله 2012 دي، البطوله الافريقيه دي خاصه بقى البطوله دي انت بص يعني دي بطوله يعني كان ربنا كرمني فيها ان انا تعتبر البطوله اللي كانت بدايتي فيها من دور الثمانيه. بدات مع الكابتن حسين البدري، بدات يديني الثقه وبدات العب الثمانيه والاربعه والحمد لله كانت بدايتي، يعني بدايه الناس بقى تشوف سيد حمدي في ماتش الترجي اللي هو النقطه الفاصله ماتش الترجي مباراه الختام في 2012. كان عندك هدوء غير عادي. انا كنت قاعد في الملعب وانت بتتقل على كورتك وعمال بترقص وبتخش وثقه وهدوء غير عادي، كنت جايب الهدوء ده منين؟ هو الحمد لله انا كنت مركز قوي في لان انا قعدت فتره كبيره قوي مع مستر جوزيه، مدرب طبعا من المدربين الكبار او اللي عدوا على مدار تاريخ النادي الاهلي. لكن للاسف كان في مجموعه لعيبه موجوده في النادي الاهلي، لعيبه كبار زي متعب وجده انت جيت في جيل العظماء. كان في مجموعه في مكاني بصراحه، كان الموضوع صعب في ان انا اشارك. بدات المباريات شويه معاه، لكن حصل ظروف في بورسعيد والفتره اللي مرت بها البلد شويه، فالدنيا كانت صعبه فما كناش بنلعب غير افريقيا. فبدات مع كابتن حسام في الفتره الاخيره بتاع لكن جوزيه مالكش معاك ذكريات تنبيهات تعليمات؟ كان بيقول لك حاجه؟ كان عايز منك حاجه؟ اتعلمت منه ايه؟ ده مدرب كبير قوي. لا يعني الموضوع بالنسبه لمستر جوزيه يعني هناخد وقت كبير قوي لانه انا قضيت معاه حوالي سنه ونص. مستر جوزيه يعني عمل تاريخ للنادي الاهلي وعمل تاريخ لنفسه، في لعيبه كبيره جدا. هو كان صاحب اختيارك؟ هو كان صاحب انك تيجي النادي الاهلي؟ كابتن انت مختارك مانويل جوزيه يعني؟ كابتن عبد الكريم قال لي هو الجهاز الفني هو اللي مختارك مستر جوزيه. وكان في فتره قبل، في الفتره اللي انا رحت فيها المنتخب كان النادي الاهلي بيكلمني فيها. ويمكن يعني المفاوضات ما خلصتش بسرعه يعني واتاخرت شويه، بس مستر جوزيه كان مصمم ان هو يجيبني. فالراجل ده لا مدرب فعلا، انا اتعلمت منه كتير جدا. راجل عنده شخصيه كبيره قوي داخل النادي الاهلي، قدر يطلع يعمل نجوم، اللعيبه كانت بتحبه، قدر يجيب بطولات النادي الاهلي. لا اتعلمت منه كتير بصراحه مستر جوزيه. سيد حمدي المفاوضات مع النادي الاهلي عدت اكتر مرحله، وكان في ساعات بتقرب وساعات بتبعد، لكن في 2011 اكتملت تماما. المفاوضات كانت ماشيه ازاي من اول واحد كلمك؟ هل الكابتن عادل القيح، هل حد تاني؟ هل في مفارقات في هذه المفاوضات؟ هو اللي حصل بالظبط ان الكابتن عادل القيعي كلمني، وكان الكابتن سامح حفيظ طبعا بلديات حكم البلديات طبعا كابتني وله فضل عليا بعد ربنا طبعا، كان هم اللي متابعين يعني في من ناحيه المكالمات. قال لي مستر جوزيه متابعك وعايزك والجهاز الفني بالكامل هو اللي عايزك، وان شاء الله باذن الله بس في توقيت معين هنقدر نخلص فيه، بنخلص مع بتروجيت، فيا ريت ما ايه الرغبه اللي عندك؟ قلت له لا انا اهلاوي يعني فما فيش ما فيش كلام يعني في نقطه موضوع الرغبه. فده كانت نقطه حاسمه يعني.
دخل نادي الزمالك وقتها برضو كان في كلام من نادي الزمالك، لكن المقابل المادي تقريبا كان قدر الاهلي مع رغبتي قدر يخلص الصفقه. بس رغبتك دي كانت اساس من الاول. كانت اساس، لا كانت اساسي فعلا. احترام طبعا، كان شرف ليا طبعا الزمالك يقدم عرض برضه، لكن درب دوجيت شافت العرض المناسب ومع الرغبه فقدر الموضوع يخلص للنادي الاهلي. فالكابتن عادل كلمني ورحنا الفيلا بتاعته. كابتن خدك المخبأ هناك. خدني، كان وقتها كان وكيلي نبيل ابو زيد، وخلصنا الموضوع يعني انتهى في 5 دقائق. ما اشترطتش خالص. عزمك عليك كابتن عادل عشان اصل انا عارف هناك الفيلا اللي هي طقوس الاكل والغداء والقعده في الجنينه لا كان هو كريم طبعا. كان اكله يعني مش الشكر يعني. هو طبعا يحب النوع الاكل يعني، لكن ويقابل كان كريم لكن طبعا. لكن كريم. لكن كانت رغبه منك وجيت النادي الاهلي، جيت برغبه من جهاز فني بيقوده مانويل جوزيه، ومع جيل انا بقول عليه جيل العظماء في النادي الاهلي دايما موجود، اجيال كبيره كلها اجيال عظماء، لكن الجيل ده جيل مميز جدا وانت داخل بقى على الجيل ده. انا احكي لك بس في نقطه واحنا بنمضي العقد والكلام ده، فانا بصيت العقد، انا مش هشترط على النادي الاهلي بس انا بشوف التفاصيل بتاع العقد والكلام ده. فجات لي مكالمه من الخطيب، يعني كابتن الخطيب قال لي كابتن عادل ايه، قال لي الخطيب عايزك وكده هيبارك لك والكلام ده قبل ما اعمل اي حاجه. قبل ما امضي الكلام فقال لي خلصت، قلت له خلصت. فقلت له خلاص اعتبرني في النادي الاهلي. قال لا اتشرف وان شاء الله باذن الله تبقى اضافه للنادي الاهلي. فمكالمتي دي خلاص نهايه الاتفاق. مضيت بقى لا فين امضي؟ امضي فين يا كابتن؟ مضيت وسبتهم يعني يوم بقى براحتهم. فانا الموضوع ده كان بتختلف لما نجم كبير زي كابتن محمود الخطيب بيكلم لاعب وبيطمئن بنفسه بتاع اللعيب، بيحس ان فيه اهتمام. اكيد طبعا، انا عايش 3 سنين من اجمل 3 سنين في حياتي في النادي الاهلي. ما تروح مكان انت بتحبه وبتشجعه، قبل ما تكون لعيب انت يعني واحد من جمهوره. بالذات بقى لما في الفتره اللي فيها الكابتن الخطيب والكابتن حسن حمدي، كان وقتها كابتن حسن حمدي طبعا والكابتن الخطيب في الفتره دي، فده حاجه كبيره جدا. الناس دي بتكلمك والناس دي انت موجود لاعب في النادي الاهلي، والناس دي القامه، الناس القامه دول موجودين. فلا كان حاجه بالنسبه لي حاجه مشرفه يعني. دخولك بقى على كوكبه العظماء وانت واحد معاهم لعيب